عم تبلش هلا، عنا مغامرات كتيرة والخبرية بالقصر عم بتكون انه مسيو رادون كتير 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 حابب يتعلم فرنسي، وجيسيكا عم تجرب تعطيه دروس بالفرنساوي، وانغرم بالاكسان يلي جيسيكا بتحكي فيه فرنسي لانه بتقوله غادون، وغادون بده يعمل له هدية لجيسيكا. شو رح ينقي قولكن؟ شو بتحب اكتر شي جيسيكا؟ انتو صرتوا تعرفوا صح، بتحب الفاشن والتياب. شو رح يهديها رادو؟ هيدا رح نشوفه بحلقة اليوم، وفي غير اشياء كمان رح نشوف صوركن، نقرا رسائلكن، نشوف على فيسبوك بيج مين منكم بعتلنا رسالة او ايميل او نحطلنا لايك. يلا حلقتنا رح تبلش هلا، هاف فن. ليه مبسوطة جيسيكا هالقد؟ لأنه كتير فخورة بحالي، اليوم ما عملت شوبينج. معقول ما عملتي شوبينج؟ شو عملتي لكن؟ قضيت كل نهاري مع غادون. مع رادون؟ أكيد رحتوا على المول. لا ما رحنا على المول، اليوم علمته لغادون إنه يحكي فرنساوي. علمتي رادون يحكي فرنسي؟ رادون ما غيره، علمته يحكي فرنساوي ويصير يلدغ تيعرف يقول غادون مش رادون. ما بصدق إلا ما أسمع بدينتي. أصلاً في كتير كلمات بالفرنساوي بيخلصوا بيقوم. مثل بونبون، فلاكون، بونبون، باترون، سيزون، بونبون. أغنيلة ما عندك كلمة غير بونبون. طيب جاتون؟ عنجد بتضحكي، أنت الكاندي جيرل تبع القصر وهيدي الصفة كثير لبتلي. وأنت برنسيس فاشينيستا لأنه كثير بتحب الموضة وذوقك حلو. بتعرفي بدي زيد لك هيك شيء تاتش سبيسيال على تيابك، حاسة ناقصهم شيء. شو بهم تيابي؟ مهم آكل أشياء كثير طيبة. حتى هيدي الوردة على الجيلية تبعك هيك بصير أحلى. هلا بتشوفي. واو عن جد كثير بتلبق، ميرسي كثير جيسيكا. هلا صرت أحلى، وأنا صار فيي أقرا رسالة أو شوف صورة. شو أقولك، رسالة أو صورة؟ أنا بقول صورة. معك حق. ليكي هالبنت شو مهضومة. يي ريتا لابسة غوز وحتى وردات غوز بشعرها مثل ما أنا بحب. شكلها بتحب الموضة مثلك. مبروك هديتكن من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I got do, do,
بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. إيزابيل وكاتارينا رح يلعبوا اليوم ضد بعض، ونشوف مين منهم رح يربح مع بنك ليبانو فرانسيس. بس قبل ما يبلشوا يلعبوا رح نتعرف كلنا سوا على إيزابيل. إيزابيل أشد جيان، عمرها 8 سنين، بتحب تلبس فساتين وما بتحب أبداً تلبس كوستيوم المدرسة. ستارت جيم إيزابيل. خمسة تلات هي 50، فيك تكبسي عليها بترجع لمحل. يلا واحدة تانية معلي. 100,000 مظبوط. 100,000 55. إذا غلبت كبسي عليهم هون إيه؟ يرجع لمحل. 31. 120,000. 120. شو بعد ناقص؟ خلص وقتك إيزابيل، وأنت بدقيقة قدرت تجمع 1385 نقطة. هلأ صار وقت كاتارينا تلعب، بس قبل كلنا سوا بنتعرف عليها. كاتارينا بعقليني عمرها 8 سنين، بتحب كتير الرقص وما بتحب كتير تلعب مع الصبيان. Play again. 20,000. 1,000، إذا غلبتك بس عليهم ليرجعوا لمحل. 50,000. 5,000. 5,000. إذا بديك ليرجع. 10,000. هيدي هينة. وين العشرة؟ حد الألف. حد الألف. حد هيدا 1,000 بس عليها. بدنا 10. أنا أوكي. 20,000. خلص الوقت كاتارينا، وأنت جمعتي 80 نقطة، يعني إيزابيل اللي ربحت. بس أنت كمان ما رح تفلي خسرانة، ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيس. هلأ كلنا سوا منشوف شو هدية إيزابيل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيس هي بطاقة يوز تتفتحوا حساب باسمكم، وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. أخ أخ لا درس كتير متعب. شو هيدا كل يوم كل يوم كل يوم درس كل يوم درس؟ ليه 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 كل يوم درس؟ بالشهر مرة كل يوم؟ ايه شو قصص؟ بس حرام عن جد، حرام جيسيكا عم تتعب معي. كل يوم عم تدرسني ساعة ساعتين وأنا ما بهديها شيء. ما بيصير هيك، ما بحب كون أنا بلا ذوق، أنا رضو كله ذوق. ما بيصير هيك، لازم بهديها شيء. شو لازم بهديها يا رضو؟ ساعة؟ انا بالاول معي ساعه. انا بعرف من الشمس، بعرف الوقت من الشمس. سيلولار سيلولار انا ما معي شرش خط منه. ما بدي اجيب لها سيلولار لجيسيكا. شو بتطلع منها كلمه غضو؟ مهضومه مهضومه.
مش معقول شو حلوه ومهضومه هالبنت. عجد انا كثير بحبها لجيسيكا. مش معقول مش معقول هاللفظ اللي قلها شو حلو. بتحب الدرس اللي ما بحبه. لازم اهديها شيء. شيء فستان مثلا. شو هالفستان حلو. فستان تنوره. بس ولا كلمة. هي هذا كله زكا. هي هذا برحلة كتير لون أبيض حلو. يلا هي إيه جيسيكا بتستاهل. بنت حلوة وعم تتعب معي. حرام لا واحد يحكي. خلص هي الله بالله مبروك وخلصنا بقى. نفل قبل ما تجي يشوفوني شريه. يلا شو صار معه؟ فتنا ببعضنا ولا انتبهلي ولا سلم علي؟ هي أول مرة بيزبلني هيك بهالطريقة. لا لا بعدين ما عم بفهم. بيضلوا ملهي بيضلوا محجوق رايح جاي رايح جاي ما بيسمع الكلمة وأنا بدي إياه يوصل لي أغراض. مش معقول لازم قصه أبقى أنا اللي عم بشغله عندي. آه مزبوط لازم شوف البنطلون تيوصله. البنطلون وينه البنطلون؟ رادون رادون منيح جيت وصلت بوقتك. البنطلون وين؟ وين البنطلون؟ أي بنطلون؟ أنا هلا جاي من عند جيسيكا. بتضلك رايح جاي رايح جاي بهالسرعة. يلا 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 حزك مزك. وين البنطلون؟ عطيتا الغرض وجيت بسرعة لهنا. عرفت إنك أنت طيب. أنت عايزتيني. إيه عايزتك. هلا قل لي البنطلون وين؟ البنطلون الأبيض. البنطلون الأبيض. ما بعرف. مش شايفه أنا. كل شي في بنطلونات هلا يا شوفوني. نقيت الابيض ليه؟ لانه بدك توصله. ما ملعيه قبل ما توصليه يا شوفوني. كل شي طيب في يلا فتش يلا. فتش وين حطيته؟ انا ما لقيته. وينك يا بنطلون؟ ابيض وينك؟ وينك؟ وينه البنطلون؟ هون بده يكون. وين بده يكون؟ ما بعرف فتشت هون. وين ما كان بلقى تليفون هيك تنشوف. خير ما بده يكون. ما بده يكون يا شوفوني. الو هي اكيد عرفتك جيسيكا. معقول ما عارفك؟ هالوجه الحلو وهالصوت الحلو خاصة وقت بتقولي لي بدي غادون غادون. بدك رادون باردون كيف؟ بدك تشكري على البنطلون؟ بون وسام معنا اليوم حتى يحتفل بعيد ميلاده. يوم رح يصير عمره وسام 3 سنين. هو بيحلم يصير تيارجة بس يكبر. بحب كتير شوكولا أوزمو. كرمال هيك رح أعطيه هيدي هلأ. وقعدوا إنه هديته رح تكون كتير مميزة. وبتذكركم إذا حابين ترجعوا أنتو كمان لهون مثل وسام صرتوا تعرفوا الطريقة. فوتوا على السريع على فيسبوك بيج حطولنا لايك وبعتولنا باي مسج اسمكم ورقمكم. نحن نرجع منتصل فيكم ومنضايقكم تترجعوا لهون وتعيدوا بميني ستوديو مع أوزمو مثل ما وسام عم يعمل هلأ. هلا خلينا كلنا سوا نقول له هابي بيرث داي. Happy birthday to you. Happy
هديتكم من رادون كتير اللي بقيت له اللغة الفرنسوية. يعني فرانسوا مش كتير كتير بس إنه بيمشي حاله يمكن. بدي أقول شغلة إنه اللغة الفرنسوية مش بس لغة بتنحكى بفرنسا. اللغة الفرنسوية بتنحكى بكتير بلدان وخاصة البلدان اللي كانوا تحت الانتداب الفرنسي. مثل لبنان. مثل لبنان كي في بارتي دو لا فرانكوفوني. كلنا بنعرف إنه لبنان اللغة الثانية تبعه هي اللغة الفرنسوية. مزبوط اللغة الفرنسوية هي تاني لغة بلبنان. يعني تقريبا كل اللبنانيين بيحكوها. تقريبا. باي ذا واي رادون عم بيساعد شوفونا شريب الزبائن يلي عم بيجوا لعنده من فرنسا. انا ما كنت عارف انه شوفونا شريب بيجوا زبونات من برا. اوكي اوكي منشان هيك رادون عم بيحكي فرنساوي. وبعدين رادون جيسيكا عم تساعده يعني اكيد رح يعرف يحكي فرنساوي. طب ليك؟ ليه انت ما بتساعد رادون؟ ما انت كمان بتعرف كثير منيح تحكي فرنساوي، عشت بفرنسا وتعلمت بفرنسا ولو سيانتيفيك فرانسوا واسمك فرانسوا. خلص ببقى بعلمها بس خلينا نحضر الفيديو قبل. اوكي لا تكي بدي فرجي شو الفيديو بدنا نحكي عنه. هيدا الفيديو هي تريلر تبع فيلم اسمه راتاتوي، اكيد كلكم بتعرفوه، فيلم ديزني بيحكي عن جاردون صغير كثير كثير ذكي وبيعرف يطبخ، وهيدا الجاردون بيكون كوزانو لارادون. باريس فرانس. Home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life, I've wanted to be one of them. You may think that's a strange dream for a rat, but I always believe that with hard work and a little luck, it's only a matter of time before I'm discovered. Run! Get some Do you know what would happen if anyone knew we are the rats in our kitchen? Go! Take it away from here, garbage boy! Don't look at me like that! You're the one who was getting fancy with the spices! I need this job. I've lost so many. هذا مثل شوفوني شريه عم بيحكي مع الجاردون. شوفوني شريه صاحبة رادون. بس هيدا الجاردون كتير غير عن رادون. هيدا كتير كتير ذكي. ما بعرف إذا رادون ذكي ملعون رادون بس هيدا ذكي وهيدا بيعرف يطبخ وساعد كتير الطباخ كمان تيصير من أحلى طباخين فرنسا وبأحلى رستورانات بفرنسا. أول شيء أنا بعرف إنه هو اسمه ريمي وبيطبخ كتير منيح الراتاتوي. بيطبخ منشان هيك اسمه الفيلم راتاتوي. وبعدين انت بتعرف قد انا بحب فيلم ديزني. هيدا الفيلم مش معقول كلكم لازم تحضروه لانه هنا عن جد فيلم بعقل. How did you do that? Just once in a lifetime. Let's do this thing. Man knows a moment. You got to taste this. You detect that? An oaky nuttiness. Oh, I'm detecting nuttiness. شكله كل الشرادين بيحكوا مع بعض. I have a secret. I have a rat. You have a rat? He's toying with my mind, taunting me with that rat. That's who I have with. Come on, it's getting away. Together, we can be the greatest chef in Paris. You're in Paris now, baby. My town. Hey. Hey, Junior. كيفك اليوم؟ بتعرف أنا بدي أعطي نصيحة لكل أصحابنا إنه دايماً لما بياكلوا أشياء طيبة مثل جونيور ميني كرواسون لازم يفرشوا أسنانهم ولازم كمان يشربوا مي كتير. المي مهم كتير لصحتنا. طيب جونيور هلأ أنا بدي أقول لك إنه في حدا بحبك كتير بعت لك مسج على فيسبوك بيج. كلكم صرتوا تعرفوا هالمسابقة وكتار عم تبعتوا لنا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تتشتركوا بمسابقة جونيور. يعني في عنا مثلاً اليوم مسج بيقول هلو كيكي I am يول برنس كربيش I am a mini studio club member and I like to play in junior game and I choose Ellie in cabinet number 3. Thank you, love you all. We love you too.
يول برنس اسمك كتير حلو وهلا رح تشوف كيف إلي مثل ما انت طالب رح يفوت بقلب كابينت نمبر 3 ويشد الحبلة شو رح يوقع على راسه لإلي وبعرف بس اكيد جونيور رح يقدم له كمان ميني كرواسون طيب عاد شوكليت عاد بيريز او عاد ستروبريز هلا منشوف إلي شو عمل وبعد شوي منكفي نحكي عن المسابقة مهضومة اللي وقع على راسه كونفيتي جونيور اكيد هلا رح تضيفه جونيور كرواسون ورح ينبسط بس اكثر شيء بحب لما حدا من اصحابه بيبعثوا له على فيسبوك مسج بيقول انه بدنا اليه يفوت على كابينت نمبر 1 2 اور 3 لانه بنضحك وبننبسط صرتوا تعرفوا هالمسابقه وكثار منكم اشتركوا بعد عندكم كم يوم تتكفوا وتشتركوا معنا بمسابقه الجونيور على فيسبوك بيج لانه كل عزاميكم رح تقدر تفوت بسحب وفي عنا خمسة منكم رح يربحوا ميني آيباد قريباً هون بميني ستوديو رح تشوفوا هالشي ومع جونيور دايماً وهلأ ما ننسى إنه في عنا يول برنس اليوم رينا المسج تبعه فهيربح معنا مجموعة هدايا كلهم تقدمة جونيور ميني كرواسون رح نشوفهم سوا ومنشجع كل أصحابنا يعجلوا بيفوتوا على فيسبوك بيج تبعتنا خاصة إنه هلأ مفارسين وما عندهم درس فإذن يلا اشتركوا بالمسابقة تتربحوا هديتكم من جونيور ميني كرواسون على شوكولا على بيريز وعلى ستروبريز وكمان مجموعة من The Princess Collection وما تنسوا انه اسمكم رح يفوت بالسحب يلي رح يصير بعشرة نيسان بميني ستوديو تا انتو تربحوا ميني ايباد في خمسة ميني ايباد انتو فيكن تربحون تقدمة الجونيور حلقتنا قربت تخلص وبحلقة اليوم رادون هديها لجيسيكا هدية بس مش هو يلي عملها راح أخذ بانتالون من عند شوفوني شيري وهديه لجيسيكا شو راح يكون عقابه كبير شوفوني شيري جبرته يساعدها بكل الخياطة يعني راح يضل يشتغل 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 مهضوم بس رادون كتير بحبها لجيسيكا طيب انتو اذا عندكم اخبار عبالكم تخبرونا اياهم او مثلا حابين شخصية من شخصيات ميني ستوديو بعتولنا لايك على فيسبوك بيج وما تنسوا كمان تشتركوا بمسابقة جونيور بميني ستوديو تتربحوا هدايا وتفوتوا بالسحب يلي رح يصير فاذا كتار منكم عم يشتركوا معنا بنشكرون عم بيوصلنا رسائل كتيرة بالبريد وعلى فيسبوك وبالايميل نشكركن عليهم وكلهم عم نجرب نفرجيهم الهدايا الكتيرة اللي بتربحوها بميني ستوديو فيكن تستلموها عنا بس اتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87 تنفسركن كيف وين فيكن تستلموها وهلا حلقتنا رح تخلص رح ننهيها مع أرشيف الام تي في تنغني كلنا سوا لي جولي كولوني دو فاكانس ونفكر بأيام الصيفية رح نشوف مقطع صغير منها يلا let's remember ومنقلكم باي Maman, merci papa, tous les ans.